بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. أولا أنوه تنبيها كبيرا بلجنة التنظيم ولجنة الإعلام والتواصل والتتبع إلى غير ذلك من اللجان، وأقول بأننا أمام نشاط من أستاذة عزيزة هي رئيسة لجنة الدراسات والأبحاث بمنظمة المرأة الاستقلالية، وهي ذات باع قوي وصيت دائع على مستوى الأكاديمي والحقوق. وبالمناسبة فإنني أزف إليك خبراً أعتبره رائعاً في نظري، وهو أن أعضاء المكتب التنفيذي انتقينا الأخت حكيمة الحقري رئيسة لمركز الدراسات. وما عرفتش كتقول تاني كملوا رئيسة. رئيسة لمركز الدراسات والأبحاث الزهور الزرقاء. وسيكون له امتداد داخل الوطن وخارج الوطن، لأن هناك ثلة من الباحثات وأصاحبات قضايا النوع وقضايا النساء في هذا المركز، فأتمنى لها التوفيق في هذه المهمة التي تعتبر تكليفا بشكل كبير. أرحب بالأخ العزيز سي نوردين ديان رئيس الفريق الاستقلال، وأريد أن تصفقه بحرارة لأنني أعتبره مساندا رسميا لمنظمة المرأة الاستقلال ماديا ومعنويا في جميع أنشطته. لازلنا على خير لأن هناك رجال داخل حزب الاستقلال يؤيدنا القضايا النسائية. نرحب بالأخ مفتش الحزب سي جواد حمدون. نرحب بالأخ الكاتب الجهوي الكاتب الإقليمي للاتحاد العام الشغالين إبراهيم قبطان. نرحب بالنائب البرلماني السي العمراوي. وأرحب بجميع الأخوات والإخوان داخل الحزب، وكذلك أرحب بعضوتي المكتب التنفيذي الحاضرتين معنا، الأخت منيرة محوي والأخت أمينة الزوج. الجميع، وأقول إن منظمة المرأة الاستقلالية وضعت استراتيجيتها منذ البداية، وقلنا نحن نحمل قضايا مجتمع، نحن من حزب يمتح نبضه من الشارع ويلتصق بالمجتمع، ولا يمكن أن ننصرف أو أن نبتعد عن هذا المجتمع. وقلنا كل شهر يجب أن نكون في جهة وأن نحمل قضية، وقد حملنا قضية تشغيل القاصرين أو القاصرات على وجه الخصوص بكقضية مبدئية داخل منظمة المرأة الاستقلالية، وعملنا على نشر كابسولات لنشر القانون الذي جاء ينظم التشغيل أو تشغيل فتيات القاصرات داخل المنازل، لأن الوضع الطبيعي للطفل وللطفلة هو المدرسة. فإذا وجدنا الطفولة تعاش كما يجب أن تعاش، فإننا نكون أمام طفولة تعطي مجتمعا صالحا رائدا متميزا متقدما. وإذا نظرنا إلى طفولتنا ووجدناها تسائل بكل الأسئلة المرضية الهيكلية من فقر وتشغيل وتزويج ومجموعة من الأشياء وعنف إلى غير ذلك، فإننا نكون دون شك أمام مجتمع معقد ومركب ومنهار. لهذا فإن منظمة المرأة الاستقلالية تقول يجب أن نشير إلى الأمراض الاجتماعية وأن
نتناولها هذه المرة بشكل لم يسبقنا إليه أحد. سنتحدث عن هذه الظاهرة رغم أننا نحتفي ككل سنة 12 يونيو بعدم تشغيل الأطفال، فإننا نقول بأن الآن نتحدث قانونيا شرعيا وكذلك اجتماعيا. أول مرة سوف نسمع لماذا أستاذ يقول الشرع أن الشرع الإسلامي في موضوع تشغيل القاصرين أطفال أو طفلات. إذا نحن أمام موضوع قديم ولكن بمنظور جديد، لنرفع مذكرة إلى وزيرة المرأة التي يجب أن تسمع إلينا وإلى توصيات هذا الجمع المبارك ولهذا النقاش الذي لا يمكن إلا أن يكون نقاشا حقيقيا حول قضية حقيقية بل مفصلية. لا بد أن نعيد البراءة لطفولتنا، لا بد أن نعيد الرفه لأطفالنا، لا بد أن نستثمر في الأطفال وأن لا نشاكس ونماكس في موضوع الطفولة، فالطفولة يجب أن تبقى بريئة ويجب أن نناضل من أجلها. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.